صباح النور يا استاذ ابراهيم، صباح النور يا استاذ عدلي، كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبمشيئه الله وباذن الله القمه 120 تكون قمه حمراء ويتكلل بالانتصار والفوز للنادي الاهلي بمشيئه الله. اجواء معسكر الزمالك عندك ايه زي ما قد يظهر ليك؟ يعني أنا عايز أخد من كلام الباشمهندس عدلي زي ما سمعنا وقال تبقى القمة إرادة في الملعب والإرادة الجماعية هي اللي هتحدد سير اللقاء. لو هنتكلم على معسكر نادي الزمالك، بيفرض نادي الزمالك حالة من السرية على معسكر الفريق، الهدوء التركيز، أيضا كارتيرون بيحاول أن هو يفكر في هذا اللقاء وأن هو يطلع يعني لو بالتعادل من امام النادي الاهلي يتجنب الهزيمه. فرض نوع من السريه على قائمه الفريق اللي كان ادى المران الاخير بالامس، لكن احنا قدرنا نتوصل لقائمه الفريق اللي يعني استعرضها معاك يا استاذ ابراهيم. محمد ابو جبل ومحمود جنش ومحمد صبحي في حراسه المرمى، محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي، وحازم امام اللي بينضم وبيدخل قائمه الفريق استعدادا لهذا اللقاء. خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد، زيزو، يوسف اوباما ايضا اللي بيعود ومن الممكن ان لو بنسبه اكيد هيكون في التشكيل الاساسي لنادي الزمالك. اللي هقدر برضو ان انا اقول لحضرتك عليه تشكيل نادي الزمالك في هذا اللقاء: اسلام جابر ومحمد اونجم واشرف بن شرقي وحسام اشرف، وفي الهجوم مصطفى محمد، كاسونجو كابونجو، عمر السعيد واسامه فيصل. نادي الزمالك بيعاني من بعض الغيابات في هذا اللقاء، سواء شيكابالا، امام عاشور، وعبد الله جمعه للايقاف، مصطفى فتحي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن اللي اصيب باصابه عضليه بتبعده عن هذا اللقاء. زي ما قلت لك يا استاذ ابراهيم ان حاله من التركيز، حاله من السريه بيفرضها نادي الزمالك، لكن قدرنا ان احنا نتواصل للقائمه. ايضا ممكن يعني لو في الامكانيه ان احنا نتكلم على التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في هذا اللقاء. التشكيل متوقع ولا معلومه؟ إيه؟ لا، معلومة مؤكدة. معلومة مؤكدة وانت لابس فانيلا حمراء عندك، اتفضل. هيبقى تشكيل نادي الزمالك يعني بنسبة 99% محمود جنش في حراسة المرمى، على يمينه محمد عبد الغني، على شماله محمد عبد الشافي، اثنين مساكين محمود علاء ومحمود الونش، اثنين في قلب دايرة المنتصف فرجاني ساسي وطارق حامد، قدامهم محمد. ده بنسبة 99 يا استاذ ابراهيم هتكون تشكيل النادي الزمالك. لو بنتكلم ايضا على الارقام والاحصائيات من باب التفاؤل وان احنا ندي نوع من التفاؤل لجماهير النادي الاهلي، عندي ثلاث ارقام مهمين جدا عايزين احنا نتكلم عليهم ونستعرضهم من خلال قناة النادي الاهلي. النهارده القمة 120، عايز اتكلم على القمة رقم 20 اللي اقيمت يوم 20 فبراير عام 1959 وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. احرز هدفي النادي الاهلي كابتن الدوزوي والكابتن محمود الجهري. القمه رقم 60 كانت يوم 22 ابريل عام 1987 وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. احرز هدفي النادي الاهلي الكابتن ايمن شوي، واحرز هدف نادي الزمالك كابتن جمال عبد الحميد. القمه رقم 100 كانت يوم 17 سبتمبر عام 2007 وانتهت بفوز النادي الاهلي بهدف احرزه محمد ابو تريكه. ان شاء الله يا استاذ ابراهيم القمه 120 هتكون اهلاويه ويكلل لاعبي النادي الاهلي بالانتصار والثلاث نقاط بمشيئه الله. باذن الله يا فاروق، صباح الخير وصباح الفرحه ان شاء الله. شكرا للزميل فاروق صلاح من محيط فندق نادي الزمالك.